يا جماعه لحظه، انا دي النقطه اللي انا بتكلم فيها استاذ شفتي ايهاب، انا دي واحده بس. انا عايزه اتكلم في نقطه التليفون دي. يعني انا دلوقتي هي بتفتش في التليفون او بتفتش في العربيه او في المكتب او ايا كان المكان اللي هي بتفتش فيه عشان تجيب لنفسها وجع الدماغ، وبتقول لك لا انا من حقي ان انا اعرف لان هو ليه مثلا لا مش من يعني حقها كذا طبعا. ما هقول لك. بس انا ما بتكلمش بوجهه نظري او وجهه نظر حضرتك، انا بتكلم بوجهه النظر العامه او وجهه نظر اي حد ممكن يعني ايه ممكن يعمل ده. كل واحد يعني بيبقى عنده ظروف خاصه بيه. هي دلوقتي هتعمل ده وهو هيعرف ان هي عملته او ما عرفش، بس هو بيبقى واخد احتياطه، شافت مره حاجه او ما شافتش حاجه، في الاخر انا عندي نتيجه واحده. استفدتي ايه من التفتيش؟ ما انا مش فاهمه برضه، استفدتي ايه في الاخر؟ نفس الموضوع ونفس الاجابه تاني. هي في يعني هو لا تسال عن شيء ان تبدا لكم تسؤكم. بحث المراه ورا الرجل او بحث الرجل ورا المراه لازم يؤدي لنتائج سلبيه. لو دورت فيه مثل بيقول اللي بيدور بيلاقي. اي امراه في الكون لو قررت تدور ورا جوزها هتلاقي، اي راجل لو دور ورا مراته هيلاقي. مش المفترض ان احنا ندور ورا بعض. اوكي، انا بقول امتى بنبتدي ندور؟ لما بيبتدي الطرف الاخر يتوجد فيه مشكله. فجاه لقيت جوزي النهارده بقى واحده رساله محمود صاحبه باعت له بحبك قوي وحشتني. نعدل بقى القوانين خلاص، ما كنتش بقول لك وريني موبايلك، المره دي هقول موبايل. اوكي، في قناعه الاستاذ عصام هو يرى ان ده حق مطلق للرجل وليس حق للمراه، يحترم، دي ثقافته، لازم نتفق كده. هيختار زوجه تتناسب مع هذه الثقافه. الخلاف بين ده مش معناه ان هو يخون او ان هو يرتكب حاجه خطا. طبعا انا لا مش لا معاه، لا طبعا انا ما قلتش ان هو يعمل حاجه خطا، بس اقصد ان هو مساحه الحريه عنده في مفهومه ان هو ممكن يبقى ليه صداقات على الفيسبوك مثلا مع بنت وهي لا. انت ارسيت القوانين دي تحترم، وهي المراه موافقه على ده. انا ما بقطعش، انا عايز اقول لا شرعا ولا مجتمعيا هو مسموح ليه بان هو يخونها طبعا. لكن ده مش كلمه خيانه خالص خالص، كلمه خيانه. بتكلم على اقامه علاقات. هي المشكله الاصليه اللي بنتكلم فيها هي بنت بعت فريند ريكوست ما خانتش خطيبها، فبالتالي هي طالبت تعمل صداقه مع رجل في قناعاته وفي ثقافه هذا الرجل اللي هو خطيبها، يرى ان خطيبته ينفع تعمل صداقات مع ولد. متفقين تماما، ودي حاجه فير جدا في ثقافته. بصي لو 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 قلنا لكل واحد قناعاته النهارده، هو بيتكلم من قناعاته وهي بتتكلم من قناعتها، تعميم ده كارثه. لا. لا. كارثه. لازم نتفق ان في النهايه اللي بيحكم ثقافه مجتمعيه. بس موضوع قبول الصداقه على الفيسبوك، احنا كان عندنا بس راي الناس.